كابتن بلال سريعا يعني ايجابيات المرحله اللي فاتت. يعني اهو المرحله كلها ولا بتتكلم عن لا التكلم لا كلها طبعا. المدير الفني يعني انت دايما بتخش بطوله او بتلعب ماتش ودي او حتى ماتش رسمي او حتى تدريب بيبقى لكل مدير فني عنده اهداف عايز يحققها من خلال حتى التدريب، حتى لو جرعه التدريب بسيطه بالنسبه له. الماتشات اللي فاتت دي انت النهارده داخل كنادي الاهلي كنت داخل في حاجتين. الحاجه الاولى انك تكتشف وتدي فرصه للناشئين بتوعك مين ممكن يكمل معاك، ممكن لا هتستغنى عنه، مين ممكن نبيعه، تقدير كمان اللعيبه لان اللعيبه دي اعتقد ليها عقود يعني برضو مش لعيبه كده يعني ليها عقود وليها ارقام المفروض يعني العقود والارقام دي انت النهارده بتترجمها كناشئ او انت كلاعب في النادي الاهلي ممكن تبقى على مشارف انك تلعب في الدرجه الاولى. النهارده ليك تقييمك المادي او تقديرك المادي عند النادي وعند الانديه الاخرى يعني في لعيبه النهارده تسويقيا انت ممكن تكون استفدت منها كنادي اهلي صحيح. ودي برضو ناحيه مش لازم نغفل عنها، الناحيه التسويقيه النادي الاهلي النهارده بيسوق لعيبته اللي ممكن يروح اعاره، اللي ممكن يلعب في الدوري الممتاز او اي حته ثانيه ويرجع لك مره ثانيه لعيب عنده امكانيات وعنده قدرات زي عبد المنعم كده احنا بنتكلم عليه وبنقول ان هو كان لعيب جيد وفتره اعارته افادته وافادت النادي الاهلي. فالماتشات دي بيبقى فيها ناحيه تسويقيه كبيره جدا بالنسبه له. الحاجه الثانيه ناحيه الاعداد بالنسبه للمدير الفني موسيماني وهي المباراه اللي فاتت اللي كان مفترض انك بتجهز او بتحضر اللعيبه اللي موجوده عندك بقى لها فتره ما بتلعبش ماتشات فانت لعب يعني اديتهم فرصه المباراه اللي فاتت وان كانت مباراه سيئه ولكن برضو هي في اطار الاعداد بالنسبه لك الاعداد البدني والاعداد الفني والاعداد النفسي. دي الحاجات اللي احنا ممكن نقدر من خلالها بالاضافه لاكتر من لاعب انت ممكن تكتشفه يعني اكتشفنا سنتر باك للنادي الاهلي في الماتشات المغربي اللي فاتت مغربي النهارده حمزه كويس مصطفى شوبير كويس يعني في بعض اللعيبه ممكن تقول زياد طارق لعيب كويس امكانياته كويسه في بعض اللعيبه محمد اشرف قبل كده بالظبط فممكن في لعيبه ممكن تقول ان دي لعيبه ممكن تبقى لعيبه بروميسنج بالنسبه لك انت يعني تعدهم للمستقبل صحيح.